العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الأطهار والصحابة الكرام والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الحشر والقرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فنواصل في شرح المقدمات السنوسية لأبي عبد الله السنوسي رضي الله تعالى عنه بشرح واختصار سيدنا أبي إسحاق إبراهيم الأندلسي ثم السرقسطي، نفعنا الله تعالى بعلومهم وعلوم مشايخنا في الله تعالى أحياء وأمواتا، اللهم آمين. صفحة كم؟ 80. إن الثمانين وقد بلغتها. صفحة 80 عند قوله والجائز، ما يصح في العقل وجوده وعدمه. وقلنا عبر بالصحة في الجائز دون التصور، لأن التصور يطلق على الأقسام الثلاثة، والصحة خاصة بالجائز. يعني لو قال ما يتصور هذا صحيح. لماذا؟ لأن التصور يطلق على الأقسام الثلاثة. يعني يقال في الواجب ما يتصور في العقل، ما لا يتصور في العقل عدمه. ويقال أيضا في المستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده. ويقال أيضا في الجائز ما يتصور في العقل وجوده وعدمه. إذن فيصح أن تقول في الثلاثة يتصور، لكن لا يصح أن تقول في الواجب يصح ولا في المستحيل يصح. إذن فالصحة خاصة بالجائز. أفهمتم؟ والصحة خاصة بالجائز، خلاص كده. فتقول كل ما صح يتصور كالواجب والجائز، وليس كل ما يتصور يصح. إذن فالصحة خاصة بالجائز والواجب، لكن لا يجوز أن تقول في المستحيل يصح، فإنه يتصور أي المستحيل في الذهن ولا يصح. يبقى إذن قيد الصحة بالعقل عندما قال والجائز ما يصح في العقل. لماذا قيدها بالعقل؟ ليدخل نحو تعذيب المطيع ولو كان ملكا. إذن فهذا صحيح أو جائز عقلا، إلا أنه ممتنع شرعا، ولأجل هذا قيد الصحة بالعقل، لأنه إن صح في العقل فإنه لا يصح في الشرع. يعني ما هو هذا الأمر؟ تعذيب المطيع، هذا يصح عقلا إلا أنه لا يصح شرعا. ثم قسم الجائز فقال جائز ضروري وجائز نظري. فقال الجائز ينقسم كما انقسم
الواجب وكذلك المستحيل إلى ستة أقسام. ذاتي يعني الجواز فيه إيه؟ ذاتي، وعرضي، وإثباتي، ونفي، وضروري، ونظري. هذه هي الأقسام الإيه؟ الستة. إما ضرورة، هنبدأ من قوله إيه؟ إما ضرورة. اقرأ يا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل الصوت واضح مسموع؟ هل تسمعون أو تعقلون؟ قال المصنف والشيخ مسموع ولا عاوزين زيادة؟ هل تسمعون؟ نعم. إما ضرورة كالحركة لنا، يعني هذا جائز ضرورة، الحركة لنا يعني حركاتنا وسكناتنا، فيجوز أن نكون في حال سكون ويجوز أن نكون في حال حركة. يعني عندما قال كالحركة لنا وأيضا إيه؟ والسكون بالخصوص. إما ضرورة أي بديهة وهو ما يدركه العقل بلا تأمل. معنى الجائز الضروري أي الذي يدرك بديهة من غير تأمل، إدراكه ضروري، كأن تدرك نفسك بأنك موجود وأنك حي وأنك تنطق وأنك تؤمن أو تكفر أو تطيع أو تعصي، هذا كله إيه؟ ضروري. كالحركة لنا والسكون بالخصوص، فإنا بالمشاهدة نعلم صحة وجودها وعدمها للجرم. وإما نظرا وهو ما يدركه العقل بعد التأمل. الفرق بين الضروري والنظر، النظر ما يحتاج إلى نظر، ومعنى نظر يعني تعقل وتأمل وفكر واستدلال، فإن لم يكن يحتاج إلى ذلك فهو إيه؟ ضروري. وإما نظرا وهو ما يدركه العقل بعد التأمل كتعذيب المطيع الذي لم يعصي الله طرفة عين. يعني تعذيب المطيع الذي لم يعصي الله طرفة عين قط. أنت تقول سبحان الله، كيف يجوز تعذيب المطيع الذي لم يعصي الله طرفة عين وهو مطيع؟ فإذا جاز تعذيبه فمن باب أولى تعذيب العاصي. ده بالسؤال، لماذا يعذب وهو مطيع؟ الجواب على ذلك، لا من أجل طاعته ولا يثاب، يعني يمكن الجائز هنا عقلا هو أنه يجوز تعذيب المطيع. إذن المقابل لذلك ما هو؟ إثابة العاصي. ليه؟ لأن أهل السنة، هذا من ناحية النظر العقلي، ينظرون إلى وحدانية الأفعال. فالمطيع في الحقيقة الطاعة أو العمل الموصوف بالطاعة إنما هو خلق الله، وكذلك العمل الموصوف بالمعصية في العاصي هو خلق الله. إذن ففي الحقيقة لم يفعل المطيع الطاعة ولا العاصي المعصية، وهو مخلوق لله، والله يتصرف في ملكه كيف يشاء. فهذا حكم العقل، يقول هذا مخلوق لله وهذا مخلوق لله. أما لماذا الثواب ولماذا العقاب؟ الجواب في الجوهرة، فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض الفضل. فالله تعالى يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء،
وممكن أن يثيبك على المعصية ويعذبك على الطاعة ولا يسأل عما يفعل، لأن الكل خلقه والفعل فعله والأمر أمره والملك ملكه وليس له شريك. هذا من ناحية الإيه؟ العقل، لأنه يقول لك العقل أنا عندي العاصي والطائع سواء، لأن هذا ليس منه المعصية وهذا ليس منه الطاعة فهما سواء، ولكن الله خلق الطاعة في هذا وخلق المعصية في الثاني، فهما بالنظر إلى العقل سواء، فلا يستحق هذا ثواب ولا الثاني عقاب. طب إن عاقبه الله فهو ملكه، مملوك لله، مخلوق لله، وإن أثابه فهذا أيضا مخلوق لله تبارك وتعالى. لكن لماذا امتنع ذلك في الشرع؟ لأن الأدلة الشرعية أخبرت بأن الذي يعذب هو العاصي أو الكافر، وأن الذي يثاب هو مين. وإذا جاز تغير ذلك أو عكس ذلك لانقلب الخبر الإلهي كذبا، والكذب في حقه تعالى محال أي ممتنع. إذن فهذا الأمر الذي قلنا إنه جائز قيد بأنه جائز عقلا، فكثير من الأمور الجائزة في العقل إلا أنها غير جائزة بحسب إخبار الشرع، فليس كل ما هو جائز عقلا جائز شرعا، لكن ليس هناك جائز شرعا وممتنع عقلا. فهمت؟ لأن العقل لا يمكن أن يجيز شيئا، خلاص كده؟ لأن الشرع لا يمكن أن يجيز شيئا يحكم العقل بامتناعه أو باستحالته. مفهوم؟ يلا. وإثابة العاصي الذي لم يطع الله طرفة عين قط، فإن العقل يحكم بصحة هذا المعنى لكن بعد التأمل والنظر، وأما الشرع العزيز فلا يصح ذلك، لأنه إنما أخبر بتنعيمه على سبيل التفضل كما تقدم. يعني أخبر الشارع بتنعيمه أي الطائع على سبيل التفضل، ليس واجبا على الله أن يثيبه، وإنما هو محض فضل وكرم. لأنه لماذا يثيبه؟ هل الثواب في مقابل طاعته؟ قد يحتج الطائع ويقول يا رب أنا لا أحتاج إلى تفضل ولا إلى تمنن، وإنما هذا عملي وأنا أريد أن آخذ أجري، أنا عملت عمل، والعقد شريعة المتعاقدين، اتفقنا على أني أنا أعمل لك الطاعة وأنت تعطيني ليه الثواب، فإن لم تعطيني ثوابا فلا طاعة. هل يجوز أن يعامل المولى تبارك وتعالى بمثل ذلك؟ إن رجلا من عباد بني إسرائيل عبد الله 500 سنة ليلا ونهارا، يصوم النهار ويقوم الليل ويتصدق ويذكر الله دائما ولم يعصي أبدا، فأخيرا قيل له إيه؟ تدخل الجنة بفضل الله وكرمه؟ قال لا، أنا عبدت وصمت وصليت والتزمت تفضلا، أمال أين طاعتي وأين أعمالي وأين صلاتي وأين صيامي وأين تسبيحي وأين وأين؟ فقال الله له يا عبدي من خلقك؟ قال أنت يا رب. من خلق فيك القدرة على الطاعة؟ قال أنت يا رب. من أجرى لك عين الماء الذي تشرب؟ أنت يا رب. من رزقك بالطعام؟ أنت يا رب. من وفقك للعبادة؟ قال أنت يا رب. قال فما فعلت أنت أيها العبد؟ قال لا شيء. قال فلماذا تطلب ثوابا وأنت لم تفعل شيء؟
إذا الثواب إنما هو إيه؟ محض فضل، فضل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكذلك يمكن أن يقول العاصي: أنا يا رب لم أخلق نفسي، وأنا لم أخلق القدرة على المعصية، وأنا لم أخلق التوفيق إلى الطاعة، لكن أنت خلقت في عدم التوفيق أو أوجدت فيه الميل إلى الإيه؟ المعصية، وكتبت علي ذلك وقدرته، وأنا لا حول لي ولا قوة إلا بك، إذن فأنا لم أعصي والآخر لم يطع، والله خلقكم وما تعملون. فلا عمل لطائع ولا إيه؟ ولا عمل لعاصي. ولذلك قال أهل العلم في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا، قالوا هذا بحسب الظاهر، أما في حقيقة الأمر في نفس الأمر ليس في وسعها شيء، يعني هذا بحسب الظاهر، لكن في الحقيقة ليس في وسعك شيء. اقرأ. وأما الشرع العزيز فلا يصح ذلك، لأنه إنما أخبر بتنعيمه على سبيل التفضل كما تقدم. يعني إذا كان الشرع أخبر بتنعيمه أي الطائع على سبيل التفضل كما تقدم، فلو جاز أن يعاقب لا أن ينعم، فيكون هذا إيه؟ خلف للوعد، وخلف الوعد يعد كذبا. ومثال الجائز الزادي كوجودنا. يعني الآن يقسم الجائز إلى كم قسم؟ 6 أقسام. الجائز الذاتي كوجودنا، لأن وجود المخلوقات أو وجود العالم إذا نظرنا في ذات وجودنا أو في ذات العالم فهو جائز، يعني يمكن أن يكون أو لا يكون. ما هو الجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه، فيصح وجودنا وفي الوقت ذاته يصح عدم وجودنا. فإذا نظرت إلى وجودك يعني ذات وجودك فهو جائز، يعني يصح أن توجد ويصح أن لا توجد. لكن إذا نظرنا إلى تعلق علم الله بوجودنا فيكون وجودنا واجبا عرضيا، ولكنه في نفسه جائز. ومثال الجائز العرضي كدخول الصحابة الجنة، مثل قبل ذلك للواجب العرضي. هناك مثل في الواجب بإيه؟ بدخول العشر المبشرين بالجنة الجنة. يبقى دخول العشرة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض ذكرهم في حديث واحد، أبو بكر، عمر، عثمان، إلى بقية العشرة. فخصوص العشرة هذا إيه؟ واجب عرضي، لأنه في نفسه جائز. وقلنا الجائز معناه إيه؟ معناه إيه معنى الجائز؟ يصح في العقل وجود ويصح، إذن فيصح دخول الصحابة الجنة ويصح عدم دخولهم، هذا في العقل. إنما بالنسبة للعشرة المبشرين هذا أيضا إيه؟ في نفسه جائز. أما بالنسبة لخبر الصادق المصدوق فيكون إيه؟ واجبا عرضيا. لكن بقية الصحابة غير العشرة ده مثال لإيه؟ للجائز العرضي كدخول الصحابة الجنة، ليس إيه؟ العشرة، وإنما إيه؟ بقية الصحابة، لأنه لم يقيد بالمبشرين. إذن هنا دخول الصحابة الجنة أمر جائز في إيه؟ جائز في ذاته،
وربما يعرض له من سعة مغفرة الله ورحمته، فيكون هذا العارض أيضا أمرا جائزا. ولذلك أرى أنه لا معنى لكلام الفقير، لا معنى لوصف الجائز بالعرض، لأن الجواز لا يكون إلا ذاتيا، وإنما الذي يوصف بالذات والعرض هما الواجب والمستحيل. نقولنا العالم في نفسه جائز، وقد يعرض له الوجوب إذا تعلق علم الله تعالى بوجوده، وقد تعرض له الاستحالة إذا قدرنا أن علم الله تعلق بعدم وجوده. إذن فما الذي يكون عارضا؟ ها؟ الوجوب والاستحالة. أما الجواز لا يكون إلا إلا ذاتيا، والله أعلم. ومثال الجائز الإثباتي كإثبات دخول المؤمنين الجنة. يبقى ما فيش داعي نقول في الجائز، ها؟ ما فيش داعي نقسمه لستة أقسام، إنما المفروض أربعة: ضروري وإيه؟ ونظري، وبعدين إثبات ونفي، وبعدين إيه؟ لا، ضروري ونظري كده، وإثبات ونفي، بس أربعة ما يبقوش ستة. يبقى إذن بالنسبة للجائز، ها، لا يكون إلا ذاتي، ما فيهوش ذاتي وعرضي. يبقى الأقسام فيه أربعة إذا حققت، أما ستة يعني إحنا قلنا الآن شرحناها: الجواز لا يكون إلا ذاتي. يبقى إذن ما فيش ذات وعرض في الجائز، وإنما هذا فين؟ ها؟ يبقى أقسامه أربعة وليس ستة، لأنه مش يعني مش راكب، يعني مش داخلة في عقلك، مفهومة؟ لا، يعني هل تريد أن تجعلها ستة؟ أنت حر. لازم يكون لنا عقول نفهم، يعني لا نكون مقلدين، حتى ولو كان الذي نقلده هو الإمام السنوسي، لأنه هو نفسه حرم التقليد. نعم. ومثال الجائز الإثباتي كإثبات دخول المؤمنين الجنة. ماشي، إثباتي ماشي، إثبات دخول المؤمنين الجنة. طيب الجائز النفي نقول كده إيه؟ عدم دخول المؤمنين النار، أو إيه؟ نفي العذاب عن المطيع. واضح؟ تنبيه. تنبيه. وينقسم الجائز أيضا إلى خمسة أقسام زائدة على الأقسام السابقة. يعني يريد أن يقول لك هناك أقسام أخرى باعتبارات أخرى تزيد، وذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الشرح. إيه الخمسة اللي هي أقسام للجائز زائدة على الأقسام السابقة؟ قلنا الأقسام السابقة كام؟ هنا ستة، ستة حسب الشيخ ما قال، وهنا خمسة، يبقوا كام؟ 11. لو شلنا الاثنين هيبقوا كام؟ 9. وممكن نحتاج نحذف أيضا من الأقسام الخمسة. مثلا ما هي الأقسام الخمسة؟ جائز مقطوع بوجوده كتنعيم أهل الجنة في الجنة. طب كيف يقال مقطوع بوجوده مع أنه الجائز أصلا يتصور فيه الأمران؟ يبقى هنا القطع بوجوده ليس من جهة العقل، يبقى هو من العقل فيه الاثنان، أما القطع بوجوده هذا من جهة الشرع. وكذلك جائز مقطوع بعدم، هذا أيضا من من جهة الشرع. المقطوع بوجوده كتنعيم أهل الجنة في الجنة، ولولا الأدلة الشرعية ما كان مقطوعا بوجوده.
وجائز مقطوع بعدم كدخول الكافر الجنة، هذا مقطوع بعدمه، يعني لا يدخل الكفار الجنة أبدا. يبقى المقطوع بوجوده والمقطوع بعدمه إنما هو من جهة الشرع. الثالث، والثالث جائز محتمل الأمرين، يعني مثلا تنعيم المؤمنين أو تنعيم أهل الجنة، يعني من يدخل هذا قطعي، مش كده؟ لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون على الأرائك ينظرون إخوانا على سرر متقابلين فيها فاكهة فيها كذا، يعني الجنة فيها نعيم، وهذا مقطوع به من جهة الشرع. وكذلك دخول الكفار النار هذا مقطوع به، وعدم دخولهم الجنة مقطوع به. ما هو الذي يحتمل الأمرين؟ قبول الطاعة منا، يعني مثلا نقطع بأن أهل الجنة فيها ينعمون وأهل النار فيها يعذبون، لكن أنت فعلت طاعة أو أنفقت مالا أو تصدقت على فقير أو صليت أو صمت، هذا يحتمل أن يقبل، يحتمل أن يقبل منك ويحتمل ألا يقبل. ولهذا قال إيه؟ محتمل الأمرين. ما هما الأمران؟ القبول وعدم القبول. الرابع، والرابع جائز محتمل مشكوك فيه. يعني قبول الطاعة يحتمل أنها تقبل وأنها إيه؟ ترد، لكن في ايه؟ ما هو ما فيش غير ايه؟ احتمالين، يا القبول ايه؟ يا الرد. اما الرابع فهو محتمل يعني للامرين، ولكن مشكوك فيه كقبول الطاعة منا وفوزنا بحسن الايه؟ الخاتمة. انا قلت في التعليق ايه؟ أرى أن الفرق بين الثالث والرابع أن الثالث مثل قبول الطاعة منا محتمل للأمرين، وهما القبول إيه؟ ما هما الأمران؟ القبول إيه؟ وعدم. هذا لا شك فيه، بل هو متيقن بالنسبة لأحد الأمرين دون تعيين. أما الرابع الذي مثل له بقبول الطاعة منا وفوزنا بحسن الخاتمة فهو أيضا كالثالث من جهة احتمال الأمرين، القبول إيه؟ والفوز وعدمهما، يعني قبول الطاعة والفوز بإيه؟ بحسن الخاتمة، أو عدم القبول وعدم حسن الإيه؟ الخاتمة، ولكنه غير متيقن، وإنما هو محتمل مشكوك في وجوده وفي عدمه. والشك إنما جاء من حيث تعيين أحد الأمرين. يبقى أنا عاوزك تدقق وتفهم، ما هو الفرق بين الثالث والرابع؟ نعم، لا في فرق، هما واحد، بس واحد فيهم بيقين والثاني احتمال، اللي هم ايه؟ في فرق او لا؟ هناك ايه فرق؟ الفرق بينهما هو التيقن، ها، والرابع فيه ايه؟ الشك والاحتمال. والخامس، والخامس جائز جوزه الشرع كسائر المباحات. ارى ان الخامس لا يصح ذكره في هذا السياق، لانه ده الجائز اللي هو جوزه الشرع اللي هو يقابله ايه؟ الواجب، ها، والمندوب والحرام، هذا من الأحكام التكليفية، فلا محل لذكره إيه هنا، اللي هو الإيه؟ الخامس، لأنه لا علاقة له، مقطوع تمام بوجوده، مقطوع بعدمه، يحتمل الأمرين، مشكوك فيه. فهذا الخامس يعني ليس هناك مناسبة لذكره، لأنه خامس
يكمل به الأربعة التي هي إيه؟ الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح. هذا قسم في إيه؟ في خمسة أقسام أخرى وليس في هذه الإيه؟ الأقسام. الآن هل نحن مقلدون؟ لا، لأنه كنا نقلد كان أخذنا إيه الكلام على إيه على عواهم. أقرأ. فإن قلت، فإن قلت يبقى إذن الأقسام هناك قلنا كام؟ ستة، أصبحت كام؟ وهنا خمسة أصبحت أربعة، يبقى كام الأقسام كلها؟ ثمانية. يبقى أنت هترتاح من إيه؟ من ثلاثة. مولانا، نعم، ما الفرق بين الجائز والممكن؟ اصطلاح فقط، الجائز والممكن. الجائز هو الايه؟ الممكن، لان الممكن يمكن وجوده وعدمه، والجائز كذلك يجوز وجوده ويجوز عدمه. لكن يعني صاحب الجوهرة بيقول وجائز في حقه ما امكن جنا دمن كرزقه الغنى. نعم، كرزقه الغنى، يعني وجائز في حقه، يعني وممكن في حقه ما امكن. لكن في يعني عبارة ثانية بيقول فقدرة بممكن تعلقت. والأقسام كم؟ أقسام الحكم العقلي كم؟ ثلاثة، الوجوب والاستحالة والجواز. ما هو الجواز والممكن؟ لأنه ليس هناك قسم رابع، الجائز والممكن واحد، هذا تعبير وهذا تعبير. فإن قلت لما تعرض المصنف رحمه الله تعالى لشرح الواجب والمستحيل والجائز دون الوجوب والاستحالة والجواز. سؤال هنا، لماذا أو ما الحكمة في إحنا الآن في صفحة كام يا شيخ؟ 81. بيقول إيه؟ تنبيه. فإن قلت لما تعرض المصنف اللي هو الشيخ السنوسي لشرح الواجب، يعني عرف الواجب وعرف المستحيل والجائز ولم يعرف الوجوب والاستحالة والجواز. كانوا زمان في الامتحان يقول لك ايه، تقول له ايه الواجب، يقول لك ايه الفرق بين الواجب والوجوب، تقول المستحيل، يقول لك ما الفرق بين المستحيل والاستحالة، تقول الجائز، يقول لك ما الفرق بين الجائز والجواز. فيشتبه عليك الأمر. فالجائز، شوف كده، الجائز ده مش أخص، مش كده، والجواز إيه؟ أعم، والواجب أخص، والوجوب أعم، والمستحيل أخص، والاستحالة إيه؟ أعم. فعندما يعرف الإيه؟ الخاص، تستلزم معرفته معرفة الإيه؟ العام، ولا عكس. فإن عرفت الخاص هذا يلزم منك أن تعرف الإيه؟ العام، لكن إذا عرفت العام لا يلزم منه تعريف الإيه؟ الخاص. ولذلك قال فالجواب لاستلزام تصورها تصور مصادرها، لأن المشتق أخص من مصدره الذي اشتق منه، ومعرفة الأخص تستلزم معرفة الأعم بخلاف الإيه؟ العكس. سؤال آخر، فإن قلت ما الحكمة في تقديم الواجب ثم المستحيل وتأخير الجائز؟ يعني لماذا لم يبدأ بالمستحيل أو لم يبدأ بالجائز، وإنما المستحيل ثم الواجب ثم المستحيل ثم الجائز؟ فالجواب قدم الواجب لشرفه وثنى بالمستحيل لأنه ضده، يفهم منه، لأنك العقل عندما تأتي بأمرين متقابلين فالعقل يفهم الإيه؟ الضد. يبقى إذن إذا عرف الواجب إذن يستلزم تعريف الواجب تعريف الضد وهو إيه؟ المستحيل. فلم يبقى إلا تأخير الجائز. ليه؟ لأنها ثلاثة، فقدم الواجب ثم أتي بضده، فلم يبقى مكان
للجائز إلا التأخير، وهو لا بد من تأخيره. ليه؟ لأنه مركب أو مبني التعريف على تعريفهما، فلولا تعريف الواجب والمستحيل لا يمكن تعريف الجائز، لأنه مركب منهما. فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، والمستحيل عكسه، ما لا يتصور في العقل وجوده، والجائز ما يتصور فيه الأمران أي السابقان. إذن فلا بد من إيه؟ من تأخير، لأنه مركب منهما. واعلم أن تقسيم هذه الأقسام الثلاثة إلى ضروري ونظري هو بحسب إجراء الله تعالى العادة، يعني أجرى الله العادة إلى أن تكون العلوم إما ضرورية وإما، فلو كانت العلوم كلها ضرورية يبقى إذن ما فيش حد، ما في داعي للتعليم ولا للجامعة، خلاص. ولو كانت العلوم كلها نظرية لا يمكن أن نتعلم أي علم، فلا بد أن تكون العلوم بعضها إيه ضروري وبعضها إيه نظري، وهكذا إيه أجر الله العادة. فإن العلوم بعضها ضروري وبعضها نظري، ويجوز بالإجماع يجوز أن تصير كلها ضرورية، بمعنى أن الله تعالى يخلق فيك علما ضروريا عند الأمور النظرية، فلا تحتاج فيها إلى نظر، يعني يلقي الله تعالى في قلبك علم بها فلا تفكر، فتعرفها معرفة ضرورية كأنك تعرف نفسك أو تدرك وجودك، ولا تحتاج إلى مذاكرة ولا إلى تحصيل ولا إلى مراجعة ولا إلى إعمال فكر، يجوز ذلك. وقد وقع لبعض الأولياء الصالحين، وهذا ما يسمى بالعلم اللدني، لا يجد له دفعا ويحصل فيه ضرورة، هذا جائز أن تكون العلوم كلها يعني تتحول من نظرية إلى، ولكن الخلاف في عكسه، يعني هل يمكن تحويل، هل يمكن أن تتحول العلوم النظرية إلى ضرورية؟ نعم، هذا باتفاق، النظري يصبح ضروري، أما العكس ففيه خلاف، اللي هو هل العلم الضروري ينقلب إلى نظري؟ هنا الخلاف. فمن جعل يعني من عرف العقل بأنه العلوم الضرورية أو ملزوما لها منع أن تكون كلها نظرية، ومن قال إن العقل ليس نفس العلوم الضرورية ولا ملزوما لها جوز، يعني جوز أن تكون كلها نظرية. واعلم أن هذه الأقسام الثلاثة هي نفس العقل عند إمام الحرمين وجماعة، يعني مثلا إمام الحرمين عنده العقل ليس جوهر وإنما هو عرض. ما معنى العقل عند إمام الحرمين؟ أن العقل له تعريفات كثيرة، بعضهم قال العقل ده لا يمكن تعريفه لأنه عسر جدا، وبعضهم قال ده أسهل شيء فهو لا يحتاج إلى تعريف من كونه ضروري، وبعضهم ذكر تعريفات كثيرة. الزركشي أخبر بأن تعاريف العقل وصلت إلى 1000. فهل هو العقل جوهر ولا عرض؟ هل هو من قبيل العلوم أو لا؟ وإذا كان من قبيل العلوم هل هو من قبيل العلوم الضرورية أو النظرية؟ وإذا كان من العلوم الضرورية هل هو بعض العلوم الضرورية ولا هو كل العلوم؟ وهكذا اختلافات كثيرة ليس الآن مجال لتفصيلها. إمام الحرمين طبعا العقل عنده عرض، يبقى إذن ما هو العقل عنده؟ قال هذه الأقسام الثلاثة اللي الواجب
والمستحيل، والجائز معرفتها، يعني من عرف التفريق بينها يسمى عنده عاقل. شفت كده إمام الحرمين؟ يعني لا يكون عنده موصوف بالعقل إلا إذا عرف الفرق بين إيه؟ بين الواجب والمستحيل والجائز. بيقولوا إيه؟ بدليل أن الإنسان إذا أوصى بثلث ماله للعقلاء فإنه يصرف لمن عرف هذه الثلاثة. لكن ما رأينا أحدا أوصى بثلث ماله للعقلاء. يبقى إذن في هذه الحالة يكون كل الناس ليسوا عقلاء إلا من حفظ الخريدة أو الجوهرة. أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب، ثم الاستحالة، ثم الجواز ثالث الأقسام. إذن ففي هذه الحالة تقومون بحمد الله تعالى وشكره لأنكم إيه؟ وهبتم العقل الذي هو معرفة الواجب وإيه؟ والمستحيل والجائز، بل تقومون بذبح بقرة على هذه النعمة العظيمة التي لم يعرفها غيركم. يبقى لو أوصى إنسان بثلث ماله للعقلاء فإنما هو لكم. واعلم أن الحركة والسكون يصح التمثيل بهما للأقسام الثلاثة. يعني ما هي الأقسام الثلاثة؟ الواجب والمستحيل والجائز. كيف نمثل بالحركة والسكون للأقسام الثلاثة؟ فالواجب ثبوت أحدهما لا بعينه، يعني لا بد أن يكون الجرم إما متحرك وإما، لكن لا نعين، يعني إما وإما دون دون تعيين. والمستحيل نفيهما يعني عن الجرم، لا متحرك ولا ساكن، أو اجتماعهما الحركة والسكون في محل واحد. والجائز ثبوت أحدهما بالخصوص يعني بالتعيين. إذن فالواجب هو ثبوت أحدهما لا بالتعيين، أما إذا كان ثبوت أحدهما بالتعين فهذا هو الجائز. والمستحيل هو نفيهما أو اجتماعهما في محل واحد. خاتمة نسأل الله تعالى حسنها. ما معنى حسنها هنا إيه؟ هذا يسمى إذا استخدام، لأنه خاتمة يعني خاتمة المقدمة، وأرجع الضمير عليها بمعنى آخر. فكيف أسأل الله حسن المقدمة؟ عاوز حسن ختامه هو. يبقى إذن الاستخدام في البلاغة أنه تذكر كلمة لها مقصدان أو معنيان، يعني خاتمة نختم الكلام وخاتمة نختم بها الحياة. وعندما قال نسأل الله حسنها ليس خاتمة الكلام وإنما خاتمة الحياة. فنسأل الله حسن الخاتمة. فبدل ما يقول خاتمة نسأل الله حسن الخاتمة، هذا يسمى تعبير ركيك، فجاء بالضمير. من المقرر عندهم أن الوجوب والإمكان والامتناع اعتبارات عقلية. يبقى ده عند عند أهل الكلام يقول لك الوجوب والإمكان والامتناع. هذا هو الشيخ اللي كان بيسأل عن الواجب عن الجائز والممكن، يقول لك هذه اعتبارات عقلية، يعني ليس الوجوب ولا الإمكان ولا الاستحالة من قبيل الجوهر ولا من قبيل الأعراض. فإن قلت إذا كانت هذه الأمور اعتبارات عقلية معدومة في الخارج، لأن الجواهر والأعراض موجودة في الخارج وليست معدومة، وهذه هي معدومة فهي اعتبارات عقلية، فما معنى الله واجب وقديم أو زيد ممكن حادث في الخارج واجتماع النقيضين ممتنع في الخارج؟ فالجواب كما قال بعض المحققين معناه أن العقل إذا نسبه تعالى إلى الوجود الخارجي حصل
معقول هو الوجوب والقدم. يعني إذا نسبت الله تعالى إلى الوجود، مش الوجود الذهني، إلى الوجود في الخارج، يبقى معناه إيه؟ هيحصل معقول، يعني شيء يعقل أو يفهم، هو أنه تعالى واجب الوجود لا جائز الوجود، وهو أنه قديم ليس إيه؟ حادثا. أما إذا نسبت زيدا إلى الوجوب، الوجود هنا مش الوجوب، صح هاش هات القلم. إذا نسبت زيدا إلى إيه؟ الوجود بالدال الخارج، حصل له معقول، يعني حصل إيه للإنسان أو للشخص معقول، هو الإمكان والحدوث. يعني إذا قلنا أن الله تعالى موجود وحقيقة متقررة لا في أذهاننا وإنما في الخارج، فمعناه أنه تعالى واجب الوجود وقديم. أما إذا نسبنا زيدا أو فلانا إلى الوجود الخارجي، المراد بالوجود الخارجي ليس الإيه؟ الذهني، هيحصل معقول، هو أنه موجود في الخارج ولكنه ممكن، ولكنه إيه؟ حادث، بخلاف إيه؟ إذا ما نسبت الله تعالى إلى الوجود. وإذا نسب اجتماع النقيضين إلى الوجود الخارجي حصل له معقول، هو إيه؟ الامتناع. يعني عندما تفهم في الذهن أن اجتماع، تفهم إيه؟ معنى اجتماع النقيضين يحصل في إيه؟ في الذهن، زيد موجود، زيد غير موجود، فيحصل في الذهن شيء، فهمنا إيه؟ اجتماع النقيضين في الذهن، إنما في الخارج هل يمكن هذا؟ فيحكم العقل بامتناع ذلك في الخارج، وإن كان تعقله فيه في الذهن. فائدة هنختم بها، مجموع الأقسام التي تفرعت من الحكم اللغوي اللي هو مطلق حكم، الذي هو إثبات أمر ونفيه بعد التقسيمات الكثيرة الطويلة التي عشنا معكم فيها أياما معدودات، بل أكثر من إيه؟ أيام معدودات. وصلنا إلى هذه الحصيلة في النهاية إلى 85 قسمة، قد تزيد أو تنقص، بل هي تنقص، لأن حذفنا منها كم؟ حذفنا 3 فأصبحت كم؟ 82، يعني هي فوق 80، فوق الإيه؟ 80. وعدها تجدها كما قلنا والحمد لله. في النهاية في الصفحات التالية جدول توضيحي يوضح لك هذه الأقسام. فهنذكر الحكم أولا، والحكم كما قلنا في البداية إثبات أمر أو نفيه، وهو ينقسم إلى كام؟ 3، شرعي وعادي وعقلي. الشرعي له أقسام، والعادي له أقسام، والعقلي له أقسام، ومجموع الأقسام كلها أي في الحكم الشرعي والعادي والعقلي تصل إلى إيه؟ 85 أو ما يقاربها. بيقولوا إنما أطلت بهذا الكلام رغبة مني في اطلاع الطالب على بعض أبحاث تلك الحدود، إذ هذه الحقائق لا غنى للطالب عنها، والأعمال بالنيات. يعني يريد أن يقول لك إن النية حسنة، والنية هذه يمكن أن تنميها، يعني لا تكن إنسان مستواك في الفهم مستوى محدود. يعني في حديث أضرب لكم به المثال، 3 مثلا، أحدهم خرج إلى إيه؟ إلى سمع الأذان، خرج إلى الصلاة، 3، أحدهم خرج من بيته لا يريد، توضأ في بيته وخرج لا يريد إلا الصلاة، والآخر يريد إيه؟ الصلاة ويريد قضاء حاجة أخرى. إذن الذي خرج من بيته للصلاة فقط لا يريد شيئا آخر، هذا له بكل خطوة
حسنة وتمحى عنه سيئة وترفع درجة. أما الذي خرج للصلاة وقضاء أمور أخرى هذا يأخذ أجر الصلاة فقط. أما الذي خرج لا يريد إلا الصلاة هذا هو الذي له الميزة. الثالث خرج بنية الصلاة ولكن نظر، هل يمكن كما يقول الشيخ ابن الحاج في كتاب المدخل، هل يمكن أن ينمي يعني يكثر هذه النية فيستخرج منها نوايا كثيرة فتضاعف له الأجور وتضاعف له الحسنات لأنه أدخل نيات كثيرة، مثل مثلا عندما خرج للصلاة نوى إذا رأى إنسان أن يلقي عليه السلام، أو إذا سلم عليه أحد أن يرد عليه، وإذا رأى ورقة في الأرض مكتوب عليها اسم الله رفعها، وإذا رأى منكرا نهى عنه أو أمر بمعروف أو شيع جنازة، وإذا ذهب وهناك وقت يعني لم تقم الصلاة بعد نوى الاستغفار أو نوى قراءة القرآن أو نوى تعلم مسألة أو تعليم مسألة أو نوى الصلاة على النبي أو نوى فممكن يجعل 100 نية في عبادة واحدة، فهذا يسمى تنمية وتكثير النيات، فتجد ثواب كبير. والآخر خرج أيضا للصلاة لكن لم يأخذ إلا نية واحدة، وأنت أدخلت مئات، يعني ممكن تصل النوايا بحسب تنميتها إلى كثرة ممكن تفوق على عدك وحصرك، وهذا بحسب الاجتهاد وبحسب الفهم. يعني مثلا أحدهم كان من أهل التصوف فطرق الباب، فأسرع أحد من الصوفية إلى فتح الباب، فقال له الشيخ: ماذا نويت عند فتح الباب؟ قال: سبحان الله، ما خطر في بالي أن أنوي. قال: كيف تكون صوفيا وهناك عند فتح الباب أكثر من 20 نية كلها تثاب عليها إذا استحضرتها؟ مرة كنا في بعض البلاد العربية ودعينا إلى زيارة أمير أو حاكم الدولة، فركبنا، كنا عدد نصل إلى 40، فركبنا في الباص، فجاء جلوسي بجانب رجل من علماء الشام ومن أهل الولاية والتصوف سيدنا الشيخ رجب ديب، فقال للناس: ماذا نويتم بزيارة الحاكم؟ لم ينوي أحد شيء. فقال: أنا لا أفعل شيئا إلا بنية، تنفس، أتحرك، أقوم، أسلم، كل في نية. إذن ما هي النية التي يمكن أن تنوى في مثل هذا المواقف؟ قال: هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة حق على الله تعالى أن يكرمهم: تعظيم العالم لعلمه، وذي الشيبة لشيبته، والحاكم لسلطانه. فأنا نويت إكرام الحاكم لسلطانه لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأنا نويت الامتثال لحديث رسول الله فأنا أثاب على ذلك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، فأنا نويت أن الحاكم له حق، فأنا أقوم أنوي بهذه الزيارة أداء حقه علي. فقلنا: سبحان الله، يعني إذا ممكن أن تستكثر من النيات فيصبح لك من الحسنات أمثال الجبال، وغيرك لا يحصل إلا إلا شيء واحد. وهذا الذي يعينك على تنمية وكثرة النيات الحسنة، يمكن تدخل في النية الواحدة 100 نية. يعينك على هذا كتاب عظيم
كتاب المدخل للعلامة ابن الحاج. الشيخ الأمير في الحاشية يقول: لا ينبغي لطالب علم أن يستغني عن هذا الكتاب، ده كتاب عظيم جدا، يعني يوصلك في الطاعة، وهي أمور قليلة وسهلة لكن تأخذ عليها ثواب كثير. بسبب إيه؟ بسبب النيات، يعني تكثر من النية، يعني تنوي إيه؟ أشياء كثيرة في عمل واحد، يعني هو العمل الذهاب إلى المسجد للصلاة فقط، لكن أنا أنوي الاعتكاف، الانتظار الصلاة هذا يثاب عليه، أنوي الأمر بالمعروف، أنوي قراءة القرآن، أنوي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنوي رد السلام، أنوي تعليم الجاهل، أنوي إرشاد الضال، أنوي مساعدة الفقير والمحتاج، كل هذا تثاب عليه حتى لو لم تفعله. فإن فعلته زاد إيه؟ زاد الثواب. وأنا قلت لك المثال في طرق الباب، هل ممكن تستحضر 20 نية في فتح الباب؟ يعني تقوم لتفتح الباب، لماذا؟ ربما أنوي مساعدة هذا الطالب، أو أنوي رد السلام عليه، أو أنوي إكرامه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، أو أنوي إدخال السرور عليه، أو أنوي يعني حل مسألة له إن كان من طلبة العلم، أو أنوي سؤاله عن إخوانه الآخرين، وهكذا فتزيد على 20 أو تنقص، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهنا يقول إيه؟ إذ هذه الحقائق لا غنى للطالب عنها، والأعمال بالنيات، وأما بنعمة ربك فحدث. اللهم يا من لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يتضرر بمعاصي العاصين، وهو غني عنهم أجمعين، وهم مفتقرون لله في كل حين، اغفر لنا وارحمنا أولادنا ووالدينا ولإخواننا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين. لما نيجي هنا في الجدول بسرعة، احنا قلنا الأحكام من البداية كام؟ 3. حكم الشرعي، شوف هنا الأقسام في الحكم الشرعي كام؟ شوف عندك هنا 8: تصور، تصديق، ضروري، نظري، ذاتي، عرضي، إثباتنا في 8، والتكليف كام؟ 8، وعندك نعم 10، يبقى كده كام؟ 18. هنا في 2 سقطوا، ما هما؟ رخصة العزيمة. يبقى اكتب كده 9، اكتب الرخصة، 10 العزيمة، يعني بعد 8 بعد خلاف الأولى تكتب الرخصة والإيه؟ والعزيمة، فتكون في التكليف 10. عندك الوضع اللي هو السبب والشرط والمانع، في السبب كام؟ 5، وفي الشرط 5، في المانع كام؟ 5، كام؟ 15، و 18 كام؟ 33. بعد كده هيقول لك ايه الحكم العادي. يبقى في الحكم الشرعي كم قسم؟ ها؟ 33. في العادي هتلقى عندك 8 وكم؟ 4 كم؟ 12 وكم؟ كم عد الأول؟ 33، 35 و10 كم؟ 45. تيجي في العقلي، العقلي عندنا كم في أقسام العقلي؟ كم؟ 3 ب6 ب18 و8 26، 26 وكم هناك؟ و45 وكم؟ ها؟ 26 وكم؟ و45 71. بعد كده 5 اللي قالهم وكم؟ 76. 76. فين 9؟
نعم كل من السبب والشرط والمانع نعم أنا غير كل تسعة 71 الإنسان اللي هم إيه السبب والشرط والمانع ثلاثة عادي عقلي تسعة تسعة وكم كم 76 وكم 85 إذا قال فتأملها وعدها تجدها كما قلنا الرجل لا يغشكم 85 استوفيتم العدد وحصرتموها حصرا بعد كده إكمالا للفائدة شوف أمثلة للأقسام الخمسة وإيه وثمانين أقسام كل من الحكم الشرعي والعقل والعادي 24 مثال 24 في الحكم التكليفي 10 إيه أمثلة واضح في الحكم الوضعي 15 إيه مثال يعني عندك إيه الجدول قائم به رقم واحد الشرع التصوري الشرع التصديقي لحد آخر الصفحة رقم كام كام آخر الصفحة 14 نيجي في الصفحة الثانية آخر رقم كام 32 الأرقام مسلسلة الصفحة اللي بعدها آخر رقم كام 49 الصفحة اللي بعدها آخر رقم كام 62 الصفحة اللي بعدها اللي أقسام الحكم العقلي آخر رقم كام 80 آخر صفحة اللي هي 92 آخر رقم كام 85 هنا مضبوطة ضبط دقيق يعني يقول لك هات إيه حكم شرعي تصوري تجيب المثال تصور معنى الصلاة حكم شرعي تصديقي ضروري نظري ذاتي عرضي إثبات نفي بعد كده حكم عقلي برضو في كم قسم 8 بعد كده العادي كم قسم 8 لأن هي كم 8 في 3 بكم 24 نأتي إلى أقسام الحكم التكليفي الشرع التكليفي 10 الإيجاب الندب تحريم الكراهة الإباحة الصحيح الباطل خلاف الأولى الرخصة والعزيمة اللي سقط كم كده 10 نأتي أقسام الحكم الشرع الوضعي كم 15 أقسام الحكم ليه يعني سبب وشر ومانع تمام كده وجاء بليه بالأمثلة ثم بعد ذلك أقسام السبب وأقسام الشر وبعد كده أقسام المانع أقسام الحكم العادي الأربعة رب وجود بوجود رب عدم بعدم وجود بعدم عدم بوجود أقسام الحكم العقلي كم قسم 18 قسما ضروري نظري ذاتي عرضي إثباتي نفي بعد كده المستحيل برضو في نفس الأقسام نظري ذاتي عرضي إثباتي نفي والجائز فيه نفس الأقسام ثم ذكر لك الخمسة التي قال لك أقسام للجائز بإيه قال أقسام للجائز زائدة على الأقسام الإيه السابقة يعني كان الأقسام السابقة 80 فقط الجائز الخمسة التي زادت فأوصلت القسمة إلى كام إلى 85 قسما بهذا نكون قد انتهينا من المقدمة الأولى وهي مقدمة الأحكام سنشرع إن شاء الله تعالى في المقدمة الثانية وهي المذاهب في الأفعال ثلاثة مذهب الجبرية ومذهب القدرية ومذهب أهل السنة والجماعة فإلى لقاء آخر نسأل الله تعالى أن يمن علينا برضاه ومغفرته وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل أفضل الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر غافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد
فصلح عدد معلوماتك وبداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وبداد كلماتك كلما ذكرك.